يحجز كرة عرضية. كاكا مكمل في المساحة اللي بيحبها، ادي كاكا احسن لاعب في العالم 2007 عنده حلوة له كاكا عبر عرضية جول عبر عرضية جول جول جول. يا سلام على الكرة الحلوة، يا سلام على كاكا، لمسة كاكا حلوة قوي. وبالوتيلي اللي جايب اربع اهداف هذا الموسم يسجل هدفه الخامس في 10 مباريات. ادي امامنا بالوتيلي هدف في الدقيقه السابعه عن طريق بالوتيلي. لكن بص شوف كاكا بيعمل ايه، بص شوف كاكا لعب ازاي وعدى وعمل عرضيه وايه لمس، بس هنا خطا من الحارس فرانشيسكو باردي في هذه الكره، والدفاع يبحث عن الكره يا دوبك يلمسها بالوتيلي، لكن